السؤال هنا بقى، ليه الكولينج هنا في السموس ماسل يزود الكونتراكتيليتي بتاعتها لكن في السكيليتال ماسل كان بيقللها؟ خلينا هنا، ليه الكولينج بيزود الكونتراكتيليتي في السموس ماسل؟ ركز، انا محتاجه فهم. احنا اتفقنا ايه؟ نراجع مع بعض الميكانيزم اوف كونتراكشن تاني. لما يزيد الكالسيوم انترا سيلولار هيمسك في مين؟ كالموديولين كالسيوم كالموديولين كومبلكس، هيعمل ايه؟ هينشط مين؟ اللي هو ايه؟ مايوسين لايت تشين كايناز، عشان يعمل فوسفوريليشن للمايوسين لايت تشين عشان يعمل كونتراكشن. حصل الكونتراكشن هيحصل كالسيوم دمب، فيحصل اكتيفيشن للمايوسين لايت تشين فوسفاتيز، فيحصل دي فوسفوريليشن للمايوسين لايت تشين، فيحصل الريلاكسيشن. الكولينج بقى شوفوا بيعمل، ركزوا في دي مش مكتوبه، اكتبها عشان تبقى فاهمها وعارفها. الكولينج بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للتو انزيمز اللي هم مين؟ المايوسين لايت تشين كايناز والمايوسين لايت تشين فوسفاتيز. طب واحد يقول لي يا دكتور، طب ما هو هيعمل انهبيشن للاثنين، يبقى منطقيا يقلل الكونتراكتيليتي. هقول لك، هو بيقلل الاثنين لكن بقوه شديده جدا على الفوسفاتيز. تخيل، هو بيعمل انهبيشن للي هيعمل كونتراكشن، ويعمل انهبيشن للي هيعمل ريلاكسيشن. بينهبت اكتر اللي بيعمل ريلاكسيشن، يعني منع الريلاكسيشن، يبقى الكونتراكشن هدناها ايه؟ شغاله لمده اطول، يعني معناها زادت الكونتراكشن. تاني، الكولينج بالذات المايلد والمودريت كولينج، مش السيفير كولينج المقصود وانا بقول كولينج، يعني مايلد ومودريت. الكولينج هيعمل انهبيشن للتو انزيمز مايوسين لايت تشين كايناز اند مايوسين لايت تشين فوسفاتيز، ولكن هاز ا سترونج انهبيتوري افكت اون مايوسين لايت تشين فوسفاتيز، وبالتالي الانهبيشن على الريلاكسيشن اقوى بكتير من الانهبيشن على الكونتراكشن، وبالتالي النت ريزلت تبقى في اتجاه مين؟ الكونتراكشن. وضحت الصوره يا جماعه؟ غير الورمنج في السكيليتال ماسل. السكيليتال ماسل وورمنج يخلي العضله تكونتراكت اكتر. وضحت الصوره يا جماعه؟ ليه؟ لان هينشط الانزيمز. عشان تبقى فاهم، في السموث ماسل الكولينج يزود الكونتراكشن لكن في السكيليتال ماسل بيقللها.